إذا بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهن من بانوراما، وحنتوقف مع موضوع لأول مرة في المملكة بتم فتح باب التحكيم النسائي باليوغا. حنفهم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن أهميته من ضيفتنا الأستاذة نوف المروعي، رئيسة اللجنة السعودية لليوغا بوزارة الرياضة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة نوف. أهلا فيكي، يسعد نهارك. اليوم لما منقول فتح باب التحكيم في رياضة اليوغا، شو بيعني هالموضوع؟ وهل أول مرة أو في سابقة بالمملكة العربية السعودية بس برياضة مختلفة فيما يتعلق بالتحكيم؟ في الرياضات الثانية، نعم. أكيد في رياضات مختلفة، ولكن هذه أول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية. طبعا المنتشر عن رياضة اليوغا في العالم يعني العربي مجرد أنماط محددة من رياضة اليوغا، نعم. ولكن احنا طبعا اليوم نعرف بنمط جديد من اليوغا، موجود له اتحادات ولجان ومسابقات وبطولات حول العالم، وله أبطال معروفين. فهذا إن شاء الله راح يكون أيضا نظام جديد لليوغا يدخل المملكة العربية السعودية لأول مرة، وطبعا في إقبال كبير على رياضة اليوغا، وراح يكون مفيد أيضا للشباب والشابات إنهم يشاركوا في بطولات اليوغا المحلية والدولية أيضا. نعم، يعني بتقولي بطولات يوغا، مثل ما قلتي نحن المعروف عنا أنه بيروح الشخص بيعمل يوغا بيحضر درس وإلى آخره، بس كيف ممكن تقام؟ شو هي الأشياء اللي ممكن يتم التنافس فيها باليوغا؟ هي طبعا الوضعيات اليوغا اللي تسمى اليوغا آسنا، ولذلك هذا النمط اسمه اليوغا آسنا سبورت أو رياضة اليوغا آسنا، معروف في الهند من آلاف السنين وفي له اتحادات حول العالم. ما يتم التنافس فيه هو قدرة الإنسان على ليس فقط تطبيق الوضعية، ولكن المكوث فيها لمدة محددة. غالبا في البطولات بيكون في مدة محددة من الاتحاد نفسه، يعني مثلا هذه البطولة حيكون في 30 ثانية لازم يمكث في الوضعية، وفي معايير معينة ننظر لها وعلى أساسها يتم الحكم. وغالبا في وضعيات إجبارية وفي وضعيات اختيارية نتركها للاعب إنه يختارها. وغالبا يعني بس عشان أوضح، هذه وضعيات اليوغا العادية اللي إحنا نمارسها في الستوديوز وفي الأماكن يعني، واليوغا العادية غالبا بتكون نفسها، ولكنها متقدمة أكثر في تحكم عضلي أكثر، في توازن أكثر، اللي هو إحنا نسميه المستوى الاحترافي، يعني إنه الإنسان يكون متقدم جدا. نعم. في ممارسته لليوغا لدرجة أنه يمكن يمكث في هذه الوضعية إلى دقيقة في معايير معينة، يعني حتى لازم الوضعية تكون متقنة، لكل وضعية لها معايير في الإتقان، نقيس درجة المرونة، نقيس درجة التوازن، درجة التحمل، حتى أنه اللاعب لازم يكون مبتسم ومرتاح. نعم. فحتى الانزعاج ينقص عليه درجات. نعم. طب بالمملكة العربية السعودية في سيدات أو فتيات بيشاركوا بالبطولات اللي بتقام حول العالم بهذا الموضوع؟ نعم، احنا شاركنا في بطولة افتراضية في اليوم العالمي لليوغا، كانت مع اللجنة الدولية لليوغا تحت الأمم المتحدة واتحاد آسيا لليوغا، وفاز من عندنا 3 لاعبين، لاعبتين. نعم. ولاعب. نعم. اللاعبتين مروة خير الدين والدكتورة شيخ العرف أيضا فازت، فزنا بميدالية برونزية و3 مراكز أخرى. المركز الرابع اللي فاز بالبرونزية اللاعب حسن علي. نعم. واللي فازت بالمركز الرابع مروة خير الدين، وفازت بالمركز السادس شيخ العرف، وأيضا حسن فاز في فئة أخرى بالمستوى الرابع. نعم. المركز الرابع مع 19 دولة، فأنا أتوقع أنه حيكون عندنا محترفين حتى على مستوى دولي بإذن الله. نعم. طب بدنا تفاصيل أكثر حول الدورات التي ستقام بمجال التحكيم. دورة التحكيم هذه حيجي وفد من اتحاد آسيا، طبعا يستضيفهم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة لإقامة دورة التحكيم، عشان نأهل كادر سعودي من الحكام والحكمات،
وحتكون الدورة في مدينة الرياض ومدينة جدة. طبعا حتبدأ الدورة يوم 24 سبتمبر في الرياض لمدة أسبوع، وفي جدة راح تبدأ يوم 2 أكتوبر أيضا لمدة أسبوع. طبعا في إقبال صراحة كبير على التسجيل، وفي معايير طبعا للقبول في هذه الدورة، أنه لازم يكون الإنسان متمرس أصلا في اللعبة وعارف أساسياتها، ويا حبذا لو كان مدرب متقدم، لأنه فيها أساسيات مرة كثير. اليوغا مش زي الرياضات الأخرى اللي يقدر الإنسان يحكم فيها بسهولة حتى لو ما مارس اللعبة. فيها وضعيات كثير، وفيها مسميات كثير، وفيها أمور فنية يجب أن يكون يعني الحكم على دراية بها، عشان يصير كمان في يعني خليني أقول عدل ومهنية طبعا. أصلا أثناء طبعا. التحكيم طبعا. طب في شروط معينة للالتحاق بمجال التحكيم غير أنه يكون له علاقة باليوغا، مهتم فيها بمارسها؟ لا، فقط أنه يكون عارف بكل الوضعيات وكل ممارسات وكل الأمور الفنية الخاصة بممارسة اليوغا. لذلك طلب الاتحاد أن كل المتقدمين يكونوا إما ممارسين متقدمين جدا، ولكن يفضل أنهم يكونوا دارسين للرياضة نفسها، فحبذا لو كانوا مدربين متقدمين. نعم. طيب، وعلى هذا الأساس يتم القبول. اللي بياخدوا الدورات وبينجحوا في هذه الدورات شو بيكون مصيرهم؟ وين بيتم الاحتياج إليهم؟ إلى أي مدى بالمملكة العربية السعودية فعلا في مسابقات تقام في هذا المجال؟ طبعا عندنا دورة راح تقام في عندنا بطولة راح تقام في ديسمبر بإذن الله، في شهر ديسمبر بدايته. نعم. وحتكون أول بطولة تقام محليا لليوغا في المملكة العربية السعودية، وغالبا حنحتاج للحكام وقت البطولات والمسابقات، وبالذات إذا كان أصبح في فرق. الآن نعمل على تشكيل فرق للمشاركة في بطولات اليوغا المختلفة والمسابقات في المملكة، وإن شاء الله يعني أن حكامنا يتأهلوا. لسه هذا طبعا المستوى الأول، إن شاء الله أن حكامنا يتأهلوا لمستويات أعلى ويصبحوا حكام دوليين يقدروا يشاركوا في البطولات يعني الدولية أيضا. نعم. نطمح لهذا الشيء. نعم إن شاء الله. طيب، بما أنه حضرتك موجودة معنا اليوم، كثير من الناس عم يسمعونا، بنسمع كثير عن اليوغا، ما بعرف إلى أي مدى بالمملكة العربية السعودية بتعتبر، أكيد هي موجودة، ولكن هل موجودة مقارنة ببقية دول العالم خصوصا أوروبا، لأنه بأوروبا كثير بيهتموا بهالموضوع، هل موجودة بالمستوى اللي بتطمحوا له أو لا بعد بده يتم الدعاية لها أكثر؟ لأنه صحيا بنعرف قديش هي مهمة لصحة العقل وصحة الجسم. طبعا اليوغا دخلت أوروبا في نهاية الأربعينات، ودخلت أمريكا في الستينات، وكان يعني دخلت فترة يعني أقدم من العالم العربي، ولكن المميز عندنا في المملكة العربية السعودية، وأقولها بفخر شديد، أنه عندنا مقارنة بدول الخليج الأخرى المواطنين مهتمين، أعدادهم كبيرة جدا مقارنة بمواطني دول التعاون، دول مجلس التعاون يعني السعودية. أعداد الممارسين ومدربي اليوغا والناس اللي أيضا تعرف باليوغا من المواطنين كبيرة جدا مقارنة بدول الخليج الأخرى. وأصبح مؤخرا في قبول أيضا في دول الخليج الأخرى. وأما عن العالم العربي، في عندنا طبعا إحنا في المملكة العربية السعودية ما شاء الله المواطنين دائما يحبوا الأشياء، الأنشطة والأشياء اللي لها علاقة بالصحة، فتلاقيهم في أي مكان في العالم بسافر عشان بدرس يوغا بلاقي سعوديين موجودين للدراسة. ومنتشرة عندنا بشكل جدا كبير، حتى في بعض المدن الصغيرة اللي ما تتصوري أن يكون فيها ممارسين لليوغا، فيها مجتمعات لممارسي اليوغا بيجتمعوا وبيمارسوها مع بعض. وطبعا احنا ما زلنا نروج لهذه الرياضه، واحد اهم استراتيجياتنا انه احنا نعرف بانواعها المختلفه، انه ما نكتفي بنوع او نمط واحد. يعني اليوغا لها ثلاثه انماط رئيسيه في دوله المنشأ،
اليوغا للصحة والعافية، وهذا اللي يندرج تحتها أنماط كثير تشوفيها زي الهاسا يوغا والآينجر يوغا واليوغا الهوائية واليين يوغا والأشتانجا يوغا. وفي اليوغا آسانا سبورتس اللي هي هذه اليوغا آسانا الرياضية أو الاحترافية. وفي اليوغا التأهيلية، وهذه أيضا اعترفت بها منظمة الصحة العالمية ووضعت لها معايير اللي هي تتعلق بأنه إذا كان في شخص عنده مرض أو مشكلة معينة ولكن يرغب بممارسة رياضة اليوغا عشان يستفيد منها، فكمان في نظام معين عشان الأشياء اللي تكون مضرة نتفاداها والأشياء اللي تنفع أكثر هي اللي يمارسها. نعم. فهذه هي، وإحنا نروج لجميع الأنماط الحقيقة في اللجنة السعودية اليوغا وندعم الممارسين فيها ونطلع للتعاون يعني معاهم ومع القطاع الخاص عشان نلبي احتياجاتهم وعشان نوفر الفرص أيضا اللي تساعد على يكون في تعليم أفضل وتأهيل أفضل ويعني انضمام أكثر لممارسة هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي. نعم. من المواطنين والمقيمين في المملكة. نعم. طيب بعد سؤال أخير حول اليوم اللي عم يسمعونا مش ممارس اليوغا أبدا بحياته ولكن سامع فيها، بأي نوع تنصحي يبتدي وشو الفائدة اللي بترجع على أي إنسان بيمارس اليوغا بصفة عامة؟ هون اليوم عم نحكي للأشخاص العاديين. أيوة طبعا الهاسا يوغا هي أفضل شيء. الهاسا يوغا اللي هي اليوغا التقليدية هي بسيطة وسهلة وفي لها مستويات مبتدئة يقدر الإنسان يتعلم ويمارسها، وإذا ما كان عنده مشاكل صحية حقيقية خاصة بمثلا الجهاز العضلي والهيكلي يقدر أنه حتى يبدأ يمارسها من الفيديوز ومن الكتب كمبتدئ، وبعد كده ينتقل مع مدرب أو استوديو متخصص. هذه أفضل الأنماط وأسهلها وأكثرها انتشاراً وتناسب جميع فئات المجتمع. الجميل أنها ممكن حتى العيلة كلها تمارسها مع بعض. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذة نوف، يعطيك العافية. شكرا. العفو، شكرا لك. إذن مستمعينا كان معنا الأستاذة نوف رئيسة اللجنة السعودية لليوغا بوزارة الرياضة.